وللوقوف أكثر على حالة انعدام الأمن في العراق منذ الاحتلال الأمريكي والمخاطر الناجمة عنها، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب. مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ عبد الوهاب. تقارير دولية تحذر من تطور مستوى الانفلات الأمني في العراق بعد سنوات من تدريبات الجيش الأمريكي لقوات الأمن العراقية. التقارير الدولية تؤكد فشل هذه القوات، إلى ما ترجع هذا الفشل؟ وهل هو فشل أم تعمد إفشال القوات الأمنية في العراق؟ مرحبا، أرجو أن تكونوا بخير ورمضانكم مبارك أنتم والسادة المشاهدين. شكرا لكم. الحقيقة هذه النتيجة تراكمية، يعني أي واحد كان نظر إلى الوضع بعد الاحتلال بحصافة كاملة كان يرى بأن الوضع الأمني سيتردى بتراتبية هندسية، أي يعني أمس نصف اليوم وغدا ضعف النصف وهكذا. فالنتيجة تراكمية، نتيجتها أصبحت أو أضحت أن حبل الأمن قد انقطع نهائيا، والقوات التي ينبغي لها أن تؤمن الوضع في البلد أصبحت غير مؤهلة لذلك وغير قادرة على ذلك وغير ممتلكة للإرادة على ذلك، وهذا هو السبب الحقيقة والسر في تردي المستوى الأمني. احنا شفنا أن هذه القوات تقريبا أصبحت قوات بروتوكول، قوات مناسبات، تراهم عندما تجري هذه الممارسات الزيارات وغيرها ينزلون هذه قوات الأمن لكي كما يقولون تؤمن هذه المظاهر، في حين أن أماكن أخرى للمواطنين وأماكن عبادة أخرى غير آمنة. يعني العمل الذي جرى قبل أيام في جامع الإمام الأعظم على مأدبة الإفطار دليل كبير على ذلك. أين قوات الأمن من شخص ليس عراقي مدفوع؟ ونحن يعني كل العراقيين يعلمون أن هذا هو مدفوع من قبل الذيول، وفتح النار وأطلقها على صائمين يفطرون يتصورون نفسهم انهم آمنين. نعم. هم في 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 مكان عباده مقدس، مع ذلك فتحت عليهم النار من قبل شخص ليس عراقيا. واظن ان الذي القى عليه القبض هم المواطنين وسلموه للجهات الامنيه عندما اتت بعد خراب البصره كما يقولون. هذا هو الوضع، يعني الوضع في العراق هو وضع نتيجة حتمية لتراكمات حصلت منذ يوم مثل هذا اليوم التعيس من 2003 وحتى يومنا هذا. هذا هو الوضع. إذن يعني. إذن أستاذ عبد الوهاب، بعد 21 عام على الاحتلال الأمريكي للعراق، هل حقق الأمن الذي وعد به وجاء به وساق كل المبررات؟ يعني كما ذكرتم، إذا تكلمنا عن القوات الأمن الداخلية من شرطة وأمن لم تنجح في حفاظ على الأمن أو على سلامة أرواح المواطنين بدور عبادة، شوارع، مستشفيات، غيرها، وكذلك القوات المسؤولة عن حماية الحدود لم تنجح لا في صد عدوان ولا إيقاف اختراق الحدود، إلى أين وصلت الداخلية والخارجية أو الشرطة أو الجيش بعد 21 سنة من الاحتلال؟ يعني أنا كما قلت لك أن هنالك فشل في التأهيل، وفشل التأهيل معناه أنه هذا الرجل الذي يحمل السلاح ويلبس بزة وزارة الداخلية هو غير مؤهل لكي يطبق المطلوب منه قانونيا من متطلبات على وفق التعليمات الموجودة، سواء أصدرتها هذه الحكومات أم هي موجودة موروثة منذ الدولة العراقية الوطنية. إذا المشكلة هنا أن الفرد غير مؤهل، إذا مؤسسته غير مؤهلة كذلك، غير مؤهلة لكي تؤهله ليقوم بوظيفة رجل أمن كامل. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه المؤسسات وزارة الداخلية أصبحت
واهنة حيال تشكيلات الميليشيات التي ملأت البلد. نحن نتحدث عن، هنالك من يقول 117 ميليشيا، هنالك من يزيد، هنالك من يقل. لا يمكن تصور دولة بهذا الوضع مستباحة أمنيا بهذا الشكل. وهنا أستاذ عبد حتى الوهاب، لو دخلنا الآن الميليشيات الذي أخذت دور الدولة والمؤسسات الأمنية أصبحت هي المتحكم الحقيقي بالدولة أمنيا وحتى اقتصاديا، من الذي أوصل هذه الميليشيات إلى سدة الحكم الفعلي في العراق؟ العصابات التي تحكم، الأحزاب السياسية التي تحكم، لأن هذه الميليشيات هي ميليشيات إيرانية العقيدة وإيرانية الولاء وإيرانية التشكيل، لكنها كالدودة الوحيدة كالطفيليات تمتص من ضرع الحكومة العراقية كل ما يخصها، حتى من جانب التجهيز والتسليح والأكل والرواتب. يعني لا نتصور أن إيران تدفع قرشا واحدا أو كما يقول العراقيون قمريا واحدا في لهذه الميليشيات، هذه كلها تأخذ من الحكومة العراقية. فإذا المسؤول هنا أصبح هذه الحكومة، وهذه الحكومة هي حكومة أحزاب لديها هذه الميليشيات ارتباط بها بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم. إذا السبب الرئيسي في تردي الوضع الأمني في هذا الوضع في هذا البلد هو الحكومة الحالية، هذا هو السبب. طيب سؤال آخر، يعني جهة أخرى، المسؤولون الأمنيون يقولون أن العشائر تملك ما يعادل ترسانة فرقتين عسكريتين، من أين للعشائر بكل هذه الأسلحة التي لديها؟ يمكنني أن أقول بأنه في العراق ليس هنالك أسهل من الحصول على السلاح. سلاح موجود، سواء سلاح الجيش العراقي الوطني الذي استباحه سرقه، أو التهريب، عملية تهريب قائمة على قدم وساق برعاية الميليشيات نفسها. نعم. أو حتى من مخازن الجيش الحالي أو القوات الأمنية الحالية، لأن الفساد مستشري، ادفع ما يريدون وأخذ ما تشاء. هذا هو شكرا السبب. لكم، شكرا لكم. العشائر الآن فعلا وإذا أصبحت مسلحة إلى الحد الذي يمكن، الشيء الوحيد الذي يعوزها هو أنه ليس لديها هليكوبترات سمتيات. قبل أيام كانت هنالك مقابلة حربية أو عسكرية بين قبيلتين استخدمت فيها حتى أسلحة متوسطة. نعم، شكرا لكم من واشنطن، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب على المشاركة معنا.